ينضم إلينا لمزيد من التفاصيل من أربيل الدكتور ناصر الفهداوي المتحدث الإعلامي باسم منظمة أم القرى. دكتور ناصر، بداية السلام عليكم. هل حدثتنا عن تفاصيل أكثر عن الحملة الإنسانية التي قمتم بها في كركوك؟ حياكم الله أخي الكريم. حقيقة جاءت هذه الحملة بعد الاطلاع على واقع الطلبة، أبنائنا طلبة في الأقسام الداخلية في مختلف الأقسام الداخلية التابعة لجامعة كركوك، وكذلك التابعة لكلية الإمام الأعظم الجامعة في كركوك، وكذلك الأقسام الداخلية للطالبات. بعد الاطلاع على أحوالهم المعيشية الصعبة، قمنا بالاستقصاء على المواد التي يحتاجونها، ثم بعد ذلك جهزنا 800 سلة غذائية. تم تجهيز القسم الداخلي في رئاسة جامعة كركوك ب 600 سلة غذائية، وكذلك تم تجهيز القسم الداخلي التابع لكلية الإمام الأعظم الجامعة فرع كركوك ب 100 سلة غذائية، كما تم تجهيز القسم الداخلي للطالبات القسم الداخلي التابع لجامعة كركوك ب 100 سلة غذائية ضمن الحملة المتواصلة مع الأقسام الداخلية التابعة لجامعة كركوك والكليات الأخرى. هذه الحملة جاءت بتوفير 800 سلة غذائية للتخفيف عن كاهل الطلبة في أحوالهم المعيشية الصعبة، وكذلك عن تخفيف عن أولياء أمورهم الذين يتحملون تكاليف كثيرة، وأغلب هؤلاء الطلبة من محافظات مختلفة، وأغلب هؤلاء الطلبة ما زالت عوائلهم في مخيمات النزوح، وهم يتحملون تكاليف يعني شديدة وصعبة جدا لتعليم أبنائهم وكذلك للنفقة عن أبنائهم الطلبة. في مواجهة هذه الظروف الصعبة التي يعني يمر بها هؤلاء الطلبة، يعني هذا الدعم إلى أي مدى يسهم في رفع أو تقديم دفعة معنوية لهؤلاء الطلبة؟ حقيقة يعني لما يأتي الطالب ويجد الغذاء والسلة الغذائية جاهزة وقد وصلت إليه إلى القسم الداخلي، وهو حقيقة يعني لا يستطيع أن يتحمل نفقات هذه السلة الغذائية، لما يأتي وتأتي هذه السلة الغذائية تصل إليه إلى مقر قسمه الداخلي بكل مفردات المواد الغذائية التي يحتاجها، حقيقة سوف تسهم في إبداع الطلبة بدل ما ينفق وقت وينفق مال وهو عاجز عن تهيئة المال لهذه المواد الغذائية. هذه توفر عنه الوقت وتوفر عنه الجهد وتوفر عنه التكلفة المادية والمالية عنه وعن عن عن أهله وعن عائلته. هل هناك مشاريع أخرى دكتور ناصر، يعني هناك مشاريع مماثلة في سبيل رفع أو الحالة المعنوية للطلاب في سبيل دعمهم؟ حقيقة يعني تم الاتفاق مع معالي الدكتور عباس سقي رئيس الجامعة على أن تتواصل الحملات مع الطلبة، وكذلك حتى تم الاتفاق على شهر رمضان المبارك القادم بعد شهرين بإذن الله لتهيئة حملات الإفطار كما تمت يعني في سابقاتها السنة الماضية والسنة قبل الماضية. كذلك كانت منظمة أم القرى سباقة في توفير حملات الإفطار لآلاف الطلبة، حيث اجتمع حوالي أكثر من 7000 طالب في هذه الأقسام الداخلية، قد اكتظت فيهم هذه الأقسام، وجاءت حملات منظمة أم القرى حقيقة في تواصل تقديم السلات الغذائية وحملات الإفطار الصائم في شهر رمضان على طيلة أيام متواصلة. نشكرك شكرا جزيلا دكتور ناصر الفهداوي المتحدث الإعلامي باسم منظمة أم القرى.